السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زين. رجعنا لكم مقطع جديد من قناة اخوكم وكلا والله بمحبين البوب جي. نورت الصفحة يا شباب، بس هاي يعني حركات وهاي، فاهمين علي انتي؟ فاهمين علي انتي؟ فاهمين علي انتم؟ اي ام سوني بلاي ستيشن. طيب اوكي، بدون ديسلايك. المهم يا شباب، اليوم حبايبي من باب التنويع والتغيير والسوالف هاي، حبيت اسوي ردة فعل على لاعب محترف جاب 40 كيل، يعني جيم حريق اسطوري، اكثر من 40 كل يمكن جايب. المهم انا ما راح احرق عليكم ابد، وهسه راح نشوف وياكم. طبعا بعدني ما شايف المقطع، بس هو لاعب محترف وشايف له فيديوهات من قبل، ايما اسطوري وخرافي، وهو طبعا مشهور اجنبي. على كل يا شباب، ما راح اطول عليكم اكثر من المقدمة، حساباتي راح تلقون جوا بصندوق الوصف، الانستغرام، الفيسبوك، الانستغرام انزل عليه يومياتي، الفيسبوك مخليه مخصص للبثوث لي قدام، ان شاء الله راح نبدي عليه بثوث، بس احنا نبث بشكل يومي حاليا على اليوتيوب. المهم يا شباب، يا حبايب قلبي، اللي ما مشترك اتمنى منك انك تشترك بالقناه وتفعل الجرس بطريقك يا حبيب قلبي. اشترك بالقناه راح تصير هوك كوبي 1، وفعل الجرس يصير هوك اصلي. والله شلون مو اصليه وحلوه؟ انت نفسيه حبيبي، امسح امسح، اني النفسيه وانت كفو، لانك انت راح تفعل الجرس مو بس اشتراك، وراح تسوي لايك لانك بطل واسد. ما راح اطول بالسماجه لانه راح احس كل المشتركين راح يطيرون ذهب ولم يعد. المهم يا شباب، خليكم يا المقطع. بسم الله، هذا طبعا المقطع شباب، جايب 13 مليون مشاهده، ما شاء الله ما شاء الله، ويلا يستاهل لايك. خلنا نقدم، اتوقع هو هنا انا يمشي، حط لكم على البعض. طبعا شباب الجودة مو المشكلة، مو من يمن بالنسبة للجودة، المشكلة من يمن، مخليها فول الجودة، مخليها فول لاني. خلينا نشوف والله لعبة حلو او يستاهل انه جابهن شرعيات الكلات، يعني بدون هكر لو لا. هو لاعب شكله لاعب موبايل مو لاعب ايفون. اوكي، الله الايم الخرافي يا شباب، ما معقول اللي سواه، الله اكبر. اسف، دا الشاقة الشاقة. حلو، فنش، يقول له صيح صديقك. didn't show my... اوكي، اكو اصوات حواليه. اوكي اوكي، خلينا نشوف. اوكي اوكي، حركة. ويت شباب، كأنه اول دقيقة، كأنه اول ما طلع ذاك هو طلع خلاص. اوكي اوكي، خلينا مستمرين نشوف. ما ريت ايه مسطور يا شباب، الايم حلو، الايم خرافي ما شاء الله. ويت ويت، ايش اللي شوف الايم كان على ذاك، على فجأة حول على هذا. اوكي ما ارد انا لحد الان يعني اقول حلو اللعبة وتكتكتة، ما ارد نظلم الولد. حلو، خلينا نشوف ايش راح يسوي بعد. هذا اول سكواد يشيله. لايكاتكم يا ابطال. اوكي، اكو شكله، اكو حركه مال اثنين، حركه مال اثنين اتوقع. يلا نشوف والله شلون التحركات. اوكي، بسوي بيها نافه. اقول لكم اكو صوت مال الحركه، حركه اثنين. الله اكبر الله اكبر، بسم الله. لا تنسون صلاة على سيدنا محمد يا شباب، تقول الله. اوكي جميل، خلينا نشوف شباب تحركاته، انه ان شاء الله ممكن انه نستفاد منه. شنو المشكله التحركات؟ اوكي، قتل واحد عربي يا كافر، تقتل واحد عربي وربي سوف ادعي عليك. لا شيء. ويت ويت، ايش اللي دا يسوي هذا؟ اوكي ممكن يعني ممكن يسوي بها رياكشن شبل.
والله شبل الله يرحمك. هاي يمكن دا يسوي رياكشن انه ردة فعل سريعة، فاهمين عليه الزوم جيد، الحركة جيدة. بعدين ترى الشباب عنده مليونين متابع، مو هيجي يعني كلاوات، لا عنده عدد قوي. بينقى 44.48 زرفة. ابو حسن، ابو حسان، ابو حسن، هذا بوت. يقول عاد هاي يسوي اللي بيها يمنى يسرى على بوت ساعة. فكنا من جو امك، ما راح اقعد اقول لك اوه ما ادري شنو. بس بقى شباب يعني حظه حلو، باوع صار كاتل هو 11 واحد، حلو 68 واحد بالجيم. شنو هذا الجيم؟ وين العالم؟ طبعا انا باخر الفيديو راح اطلع، راح اطلع عليه، راح اطرح عليه بعض التساؤلات. والله بعد ما حيدت. اوكي هذا ضرب بوتات اتوقع. حبيبي ايش دا تسوي؟ شكله شاب بني ادم. اوكي اوكي تمام، حظه لي حد الان دا يواجه بوتات، يعني مو لاعبين ذول. اوكي هذا انسان بس على بوت. شباب هو ابد ما يستعمل البيك، تحسه ما اعرف شنو المشكلة. كفو كفو جيد. دا شوفنا الفن في التلويت يا شباب، هاي اشياء لازم تتعلموها هم، يعني تعبالكم التلويت سهل؟ لا صعب التلويت. بس غريبة لحد الان ولا مرة استخدم البيك يمنى او اليسرى اللي هي تطلع راسك منها او منها ابد. هاي الحركة بس اثنين سواها، هو واني. This is so... ما اعرف شنو يعني، بس راح اعطيكم. Amazing. Wait شال ثلاثة؟ شال ثلاثة. يا خرج شنو هذا؟ حبيبي حط ترجم عربي ثاني مرة تفتهم لو لا. صدق انك ما تستحي. شال السكوات كامل. السلام عليكم قالهم. بوتشينكي، الله هذا شكله من عشاق بوتشينكي. بوشينكي. Let's go. تمام. واضح. بس على مود الجودة شوية خفيفة عندي فما مبين. حلو. الرياكشن مالته كلش حلو. أتمنى إنه يكون لاعب يعني نظيف. انتظرك. اسمه انتظرك. تنتظر يفنشك. انتظرك اذا تابعني اعطيني لايك تمام وشير المقطع. انا بدي طلعتك على اليوتيوب وهو هم طلعك. اوكي صار طلع قدامه. نشوف اللاعب الذي افضل من اللاعب الصيني. هاي يجي دائما يكتبون شكله، راح اكتب افضل من اللاعب الصيني.
ابلع شباب دقيقة. هذاك ابو الاسكاس طالع رحلة، طالع رحلة، ولا كانه اكو احد يضرب على صاحبه. عسين كلها مصريين وسوريين، يعني عرب دا يطلعون ضده، خلايجة هم سعوديين. شنو هذا؟ بصراحة الخصوم دا تطلع ضده ايزي. شباب هسه بس سؤال، سيرفرات الموبايل اريد اسالكم سؤال، انتو الخصوم دائما هي شي ضعفاء لو اكو خصوم قوية تطلع بالموبايل؟ احنا بالبي سي كلها هكرات ضدك وكل محترفين. طبعا الوول هاك حلال عندهم، المحترفين ذولا حلال عندهم الوول هاك. لما تجي الواحد هاكر يقول لك انا بس استعمل الوول هاك. حسسك ان الهاكر لعب نظيف الوول هاك. الوهاك يعني كشف اماكن شباب. طبعا شباب حلو، هذا ولا يضرب مسالم اصلا كيوت. حلو زين، اول مره اشوف واحد يدمجه كويس، اكو تحسن. شباب ارد اطلع عليك، ارد اطلع شبيع على اطلع، ارد اطرح عليكم سؤال، هل تعتقدون انه هذا اللاعب وول هاك ولا لعبة عادي؟ انتوا اكتبوا لنا جواب بالتعليقات اذا لعبة نظيف لو وول هاك. هايم شباب، انتوا تلاحظون انه السيرفر كله دا يصفيه عرب. اوكي نو 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 نو، هذا شكله يا اف كي، شكله ما موجود اصلا. فاصل شيل بس اثنين ميد كيت. فيرست كيت سنيك سنيك، افعى افعى، قصدك كامبر يعني سهليه. ضياء المصري اسمه، حاط على مصر. ما قصدي شي شباب، والله انا بالي دخل. اصلا الاتراك هم الكامبر. حلو شال الاوم، خلينا نشوف لعبه بالاوم. هسه يرجع ياخذ الطلاق. اوكي ثانكس شباب. قيمون اللعبة من 10، انتوا قولوا لنا جواب بالتعليقات شلون اللعبة تشوفونه، هل هو لاعب قوي يعني ولا صدفة جاب الأربعين كيلو شنو؟ بصراحة أنا أشوف هواي يوتيوبرية عرب يلعبون جوال أحسن منه، يعني عندك مليون روزس يلعب أيباد فتشي خرافي، ابن سوري خرافي بالأيباد، أحمد البياتي يلعب بجوال رهيب أحمد البياتي. خلينا نشوف يريد يدرع شكله، لك من شباك ما تعرف تطلع فضحتنا. هذاك بالبيت شفته. بس يلعب على المضمون فشي مو طبيعي هو، يعني الحلو بيه يلعب مضمون. ها شنو؟ والله الاتراك عليهم سوالي. القنبلة بلعها بلع خطية، بلح وكل. اوكي اكو واحد بعده بالمنطقة شباب. بالصوت فوق، الصوت فوق. المبنى اللي بسدة. شنو هاي الخصوم؟ هاي لو تطلع ضدنا جيب 100 كيل. وعلى اللعب اللي يلعبها يعني يلعب سيف، هو جاب ال 40 كيل وهاهي، بس هل هو لاعب نظيف لو لاعب وسخ؟ اني لاعب وسخ، هل هو لاعب نظيف لو يلعب غش هاكر؟ فاعطونا اراءكم يا شباب. ابلع والله اسالكم بالله، اكو احد يجي كمبر؟
Oh, hell no! والله اثنين بس التركيب ما ادري حلو ظل واحد وحش وحش كفو خوش درعة معي يلعب بذكاء لا تقول لي دا اسوي ريفايف شباب والله هذا ما داعيت له قبل لا يدخل على الجيم صح شباب اشوف انه اغلب العالم ما تستعمل سكوب 2 انتو شنو رايكم بالسكوب 2 حلو او تحبون تستعملونه لا لا خبروني جواب بالتعليقات صرت سالكم ثلاث اسئله هذا اللاعب نظيف لو هاكر سكوب 2 تشوفه منظور جيد واللي ضده منوب لو خوش يلعبوا لو هو هيك السيرفرات مال التليفون هيك ايمهم او هيك لعبهم اوكي واو دا يزيد دمه علي مو هيك ترى بيك تروح ترجع من ذاك السور المفروض يستدير على ذاك السور ويزيد دمه لانه ايزي استدير له اوكي ظلوا ثلاثة اسوي لكم ردة فعل نفس علي المرجاني ما هذا الذي يحصل عيال ما هذا امزح سوري بس شباب صدق ما احب ابالغ بالردة الفعل مالتي يعني اطر ردة الفعل حقها يعني بصراحة اللي دا يطلعون ضده صح هو لاعب قوي جيد لاحظت شغلة بلعبة انه البيك اليمنى واليسرى مخليهم منظر اول شيء هذا من طلع ولاحظت شغله اللي هي يمكن هو يستخدم وول هاك ما اعرف اللي هو كشف اماكن يقول لك سوي لايك واشتراك على مود ان شاء الله نقدم لكم فيديوهات احلى واقوى فانتوا هم سوونا لايك واشتراك وشكرا لكم على الدعم اللي تقدموه حبايب قلبي الله يسعدكم انتظرونا بالفيديو القادم يا شباب طبعا اكو سلسله عندي خرافيه راح اصير انزلها عندي على القناه سلسله خاصه بي ولا يوتيوبر مسويها وطونا رايكم هل تحبون اني اسوي رده فعل على اللعيب واعطيهم حقهم اذا كان صدق الفيديو مالته ممتع او بدون يعني مجاملات قولون ويعطيكم الف عافيه على المشاهده لهنا في امان الله